الحمد لله. هل بقاء الأبناء خلف الشاشات والآيبادات والجوالات والألعاب الإلكترونية مع هدوء البيت وسكينته لأنهم مشغولين بالألعاب، هذا مظهر إيجابي في البيت؟ البعض الأمهات تقول خله جالس يشغل، لا يشغلنا. تدرون جالس ماذا يرى؟ بعض الألعاب تشككه في الله، وبعض الألعاب تحاول أن تخرجه من التوحيد، وبعض الألعاب تقول أن للكون أكثر من إله. ونحن وإياكم جالسين نسولف ونشوف جوالاتنا، وأبناؤنا لربما رباهم أعداؤنا فاحذروا.